for Secretary General's العام والسكرتير العام من أجل إيجاد قوات سريعة الاستجابة للأزمات، وهذا يتضمن زيادة سرعة اتخاذ القرارات السياسية في الأزمات وإيجاد مقر رئاسي للقوات والعمل مع الحلفاء الأوروبيون والاتحاد الأوروبي حتى نتأكد أن القوات تتحرك بسرعة. في 2014 ثلاثة أمم، كما أشار السكرتير العام أنهم سيخصصون 2% من الدخل الوطني للدفاع، والعديد من البلدان أيضا وعدت بأن تزيد النفقات إلى 2%. هذا العام 8 بلدان وصلت إلى نسبة 2% من الدخل الوطني المخصص للدفاع، وفرنسا ستصل إلى هذه النسبة بعام 2025، وهذا أعلى زيادة في الميزانية لحلف الناتو في هذا القرن. ومنذ 2014 هناك ملايين الدولارات تم إضافتها لميزانية الناتو، وأعتقد أن هناك التزام، ولكن هناك الكثير من الأعمال التي يجب أن نلتزم بها ويجب أن ننجز الكثير. الشعب الأمريكي أوضح التزامه لتحالف الناتو، ونحن نؤمن أن الديمقراطيات الأخرى تدعم الديمقراطيات تدعم بعضها كما قال السكرتير العام. نحن ندعم حلفاؤنا في أوروبا، ولكننا نطالب منهم المزيد من النفقات. نحن أيضا نأخذ خطوات ثابتة، وذلك من خلال المجموعتين التي تعمل مع بعضها. نحن ناقشنا دور الناتو في محاربة الإرهاب، فالناتو كانت عضو في التحالف الذي يحارب داعش. 98% من الأراضي في سوريا والعراق التي كانت تسيطر عليها داعش تم تحريرها، ونحن ندرك أن هناك التزام حتى تستمر العمليات. الناتو ستظل تستثمر في العراق بناء على طلب الحكومة العراقية حتى نبني القدرة ونحقق الاستقرار في الشرق الأوسط، وأمريكا تدعم مبادرة الناتو لتدريب الجنود في العراق. في أفغانستان أيضا لدينا التزام كبير، ولدينا عاملون هناك حتى نمكن من إيجاد حملة لهزيمة القاعدة. هناك 29 أمة تعمل بتعاون وبإخلاص حتى تزيد القوة في محاربة الإرهاب وحتى ندافع عن قيمنا، ونحن سنعطي تمويل أكبر لهذا الدفاع، ونحن سنطبق ثقافة الاستعداد بينما نستعد لمواجهة الإرهاب. فالوحدة والاتحاد تجعلنا أقوياء. نحن ملتزمون بالتزاماتنا ووحدتنا مع الناتو، وهنا في بروكسل نحن نعطي مثالا واضح على التعاون في الدفاع ودعم الاستقرار. لذا أعتقد أن اليومين كانوا مثمرين، وأعتقد أن العاملين في المجال الدفاعي وفي وزارات الدفاعات قاموا بجهود رائعة. هذا الجهد هو جهد كبير، ولكنه يتجه في المسار الصحيح. لدينا أحد الصحفيين من الأسوشيتد بريس. لقد تحدثت قبل أن تأتي عن طلب قدمته للعديد من الحلفاء عن زيادة النفقات. حدثنا عن الإنجاز الذي حققته في الدعم الذي تريد زيادته من الحلفاء للتعامل في الوضع في سوريا، وكيف تسدون الفجوات في أفغانستان. وهذا يمكن نعم سد الفجوات في أفغانستان. نحن نستمر في التعاون مع أمم مختلفة. فاليوم والآن أعتقد أن هناك 12 أمة وعدت بأنها ستعاوننا في أفغانستان،
لذا أنا أرى أننا نسير في المسار الصحيح، ولكن مجددا هناك المديد الذي نحتاجه فيما يخص السجناء. أنا جئت إلى أوروبا واحتجت لتوضيح المشكلة، والمشكلة هي أن لدينا مئات السجناء الذي هؤلاء السجناء كانوا سيحاربون حتى الموت، وهؤلاء السجناء موجودون في مؤسسات مؤقتة. لذا أريد أن أجعل الجميع ينتبه لهذه النقطة، ولا يعتقد أحد أننا سنحل كل شيء في 24 ساعة، ولكنني أعتقد أننا أوضحنا المشكلة بطريقة توضح كيفية معالجتها، وهي أن يجب أن يتحمل كل منا المسؤولية لمواجهة هذه المشكلة، وهذا أنجزناه وحققناه. هل يمكن أن تفصل عن معدل التدريب ومهمات وقوات التدريب في العراق؟ وهل يمكن أن تحدثنا عن كلمة وزير الخارجية تيلرسون عن الميليشيات في سوريا؟ دعني أتحدث عن النقطة الأولى أولا. وزير الخارجية وممثلون من تقابلوا في الكويت وتحدثوا عن ما سيحدث بعد الوضع الحالي وهو هزيمة داعش، وهناك التزام. أنا تلمست من الاجتماع الأول هناك، وأعتقد أننا نسير في المسار الصحيح. نحن نستخدم التدريب المتحرك، وذلك في مجالات نزع المتفجرات وما إلى ذلك. نحن نؤمن أن من مصلحة الناتو أن نوفر الاستقرار، وبناء على طلب الحكومة العراقية سنقوم بإرسال مهام مستمرة في العراق حتى نبني القدرات التي يعتقدون أنها يحتاجونها للوصول إلى الاستقرار وحماية مواطنيهم من المجموعات الإرهابية المختلفة. وكان لديك سؤال عن سوريا، ما هو؟ الميليشيات الإيرانية في سوريا والتي أصبحت مشكلة إقليمية خطرة، ورأينا المواجهة ما بين إيران وإسرائيل داخل سوريا. سيدتي وسادتي، أنا يمكن أن أشرح لكم لماذا كلما تحدث مشكلة في الشرق الأوسط وفي لبنان إن إيران تدعم الأسد في سوريا، وإيران تستخدم الميليشيات كمنصات لإطلاق الصواريخ على السعودية والبحرين. أيضا واجهت الكثير من المشاكل. أنا لا أستطيع أن أفهم لماذا هم يستمرون في ذلك. أنا أعتقد أن يجب أن ندع سوريا للسوريين، ويجب أن نجعل الولايات الأمم المتحدة تحل الأزمة السورية في جنيف وطبقا للاتفاقات، ويجب أن يعرض كل شعب قضيته وحلوله بنفسه، وليس الحلول تأتي من الخارج. سيدي الوزير، لقد تقابلت مع نظيرك التركي بالأمس، هل اتفقتم على كيفية التعامل مع الأزمات؟ أعتقد أننا على علم تام بأن الناتو لديها واحدة من حلفائها يوجد لديها أزمة داخل حدودها، وأمريكا تؤيد تركيا وتدعمها في حقها الشرعي لحماية حدودها، وتركيا قلقة بشأن القلاقل التي تحدث في سوريا.
ترى ذلك في تركيا وترى أيضا في الأردن وفي لبنان وفي العراق، وهناك قلاقل وتوترات. لدى تركيا لديها مخاوف نتيجة أيضا قضية اللاجئين ونتيجة لاستضافتهم لملايين اللاجئين والذين يعيشون في وضع مأساوي هربوا منه من سوريا. لذا كان هناك حوار صادق وصريح في الاجتماع في روما منذ يومين مع نظيري ومع زملائي من وزارة الدفاع، وتحدثنا في تحالف هزيمة داعش، وتحدثنا أيضا بالأمس عن فترة مستمرة، وتحدثنا عن ما نستطيع التعاون فيه. ولكني أعتقد أن الوضع هو الأكثر تعقيدا على المستوى الأمني والذي رأيته على مدار 4 عقود، فأنا شاركت في الكثير من المعارك والأوضاع الصعبة. لذا هناك مناطق نتفق فيها وهناك جوانب نختلف فيها، ولكن هناك شيء واضح وهو الاتصال الفعال، وهو أن لدينا اتصال صادق وشفاف، وهناك إعلام ونقل معلومات صادق بيننا وبين وزير الدفاع التركي، وإعلام لكل منا للآخر عن العمليات العسكرية التي تحدث حتى نتأكد أن مخاوفهم المشروعة يتم معالجتها وطمأنتها وحلها. ولكن هذه المخاوف لن تحل من قبل الروس ولا من قبل بشار الأسد. يجب أن نقوم ونحل هذه المشاكل من خلالنا نحن. دانيال تفضل. سيدي، هل أنت قلق بشأن ازدياد الدور العسكري للاتحاد الأوروبي؟ هل تعتقد أن هذا يضعف الناتو أو أن هذا يضعف جهود الناتو؟ أنا فقط لاحظت أن ألمانيا لن تكون قريبة من الوصول إلى معدل 2% من الدخل الوطني المخصص للدفاع. ما رأيك في ذلك؟ يجب أن ندرك أن كل أمة لديها عملياتها السياسية الخاصة. لذا بما أننا كلنا بلدان ديمقراطية، لا يعني ذلك أن لكل منا لدينا نفس الميزانية ونفس الإطار، ولكني واثق أن ألمانيا ستستمر في رفع ميزانيتها على الدفاع، وأنا أتمنى أنهم أعتقد أن أتمنى أن هذه الميزانية تمثل وتعكس الاقتصاد القوي الذي لديهم، و فيما يخص الاتحاد الأوروبي، سيداتي وسادتي، كان لدينا نقاش صريح، ولدينا مناقشة سياسية هامة حتى نجعل جهود الاتحاد الأوروبي في التعبئة العسكرية نبقيه يتزايد، وهذا سيزيد قدرة دفاعية للناتو، وهذا لا يضعفنا. أنا واثق من ذلك، ولكن الأمر سيحتاج لعمل مستمر، لأن بالطبع أي منظمة تتوسع تحتاج إلى تنظيم أكثر. ولكن هناك فهم واضح في أن الدفاع المشترك ما بين الناتو هام جدا. شكرا، شكرا جزيلا لكم جميعا. تابعنا مع حضراتكم إذن جانبا من وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس على هامش حضور اجتماعات وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي الناتو، وقبل ذلك كان المؤتمر الصحفي للأمين العام للحلف يانس شتولتنبرغ. لعل من أبرز ما جاء على لسان وزير الدفاع الأمريكي بعض النقاط المرتبطة بالميزانية المخصصة لحلف شمال الأطلسي الناتو في ضوء تباين الرؤى بين عدد من دول حلف شمال الأطلسي وبين الإدارة الأمريكية الجديدة منذ لحظة وصول الرئيس الأمريكي، كان قد تعهد بضرورة إعادة النظر أو طرحها
مسألة إعادة النظر في حجم الإسهام الذي يقدم من كل دولة من أعضاء حلف شمال الأطلسي، وقال إنه إن لم يعاد النظر من جديد في طبيعة الإسهام الذي تقدمه كل دولة فإن الولايات المتحدة الأمريكية في إدارته قد تعيد النظر أصلا في الانضمام تحت هذا التحالف ناعتا إياه ببعض العبارات التي تدل على رجعيته وتأخره من وجهة نظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس ربما أراد أن يظهر صورة أكثر جاذبية للحلف في ضوء الاجتماعات الجارية الآن وفي ضوء جملة الاجتماعات التي جرت قبل ذلك، والإشارة كذلك إلى المؤتمر الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما قبل يومين وحضره وزراء دفاع من 14 دولة ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش. إشكاليات عدة يعيشها حلف شمال الأطلسي، بعضها مرتبط بطبيعة التباينات في الرؤى بين بعض أعضاء هذا التحالف، وبعضها مرتبط بطبيعة الأخطار التي باتت تتهدد الدول المنضوية تحت مظلة هذا التحالف، من بينها الأخطار الموجودة في شرق أوروبا وما تعتبره بعض دول حلف شمال الأطلسي الخطر الأهم مرتبط بتمدد النفوذ الروسي في أصقاع عدة من أوروبا وتحديدا في شرق أوروبا على خلفية انتزاع روسيا لشبه جزيرة القرم بعد الخلاف الذي جرى بينها وبين أوكرانيا في ضوء ثورتها التي أطاحت بيانوكوفيتش مؤتية ببوروشينكا. وزير الدفاع الأمريكي كذلك ردا على سؤال حول طبيعة الأوضاع الجارية في منطقة الشرق الأوسط قال إن حلف شمال الأطلسي سيستمر في تقديم الوسائل الداعمة لقوات الجيش العراقي في ضوء العمليات العسكرية الجارية هناك ما بعد تطهير مناطق عدة من تنظيم داعش، لكنه لم يفصح حقيقة عن طبيعة هذا الدعم الذي سيقدم والمدى الزمني له. ثم تحدث بعد ذلك عن طبيعة الخلافات الجارية مع إيران وقال إن إيران تقدم دعما هائلا لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد وإن هذا ممتد على مدى سنوات طويلة، ثم أشار بعد ذلك إلى طبيعة التنسيق الجاري بينه وبين وزير الدفاع التركي نور الدين جناكيلي وإنه قد التقاه صبيحة هذا اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل للحديث حول حق تركيا حسب ما يرى وزير الدفاع الأمريكي في حماية ما يقول إنها حدودها في ضوء حتى الدعم الذي كان يقدم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لقوات سوريا الديمقراطية على مدى السنوات الفائتة، لم يفصح عن الخط الفاصل بين الدعم الذي سيقدم لتركيا الحليفة وبين الدعم الذي سيقدم لقوات سوريا الديمقراطية.